السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. داخلين سخنين احنا على البوتاجاز على طول. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. طاسه سخنه ننزل فيها بمعلقه سمنه كبيره، بصلايه كبيره قوي او بصلتين وسط، تمام؟ نقطعهم مكعبات، رشه ملح عشان يدبل البصل بسرعه. انا عاوزه البصله دي لونها يغير، يعني تديكي اللون الشفاف اهو اللي احنا شايفينه ده. ولو هنحمره كمان سنه مفيش مشكله، هنزل عليه بفلفلتين رومي وفلفل حامي. ما عندكيش حامي ومش عاوزه، حطي رومي بس. الرومي طبعا بيدي ريحه حلوه قوي للاكل ومفيد برضو. نديهم تشويحه برضو مع بعض ونحطهم كده على جنب بعد ما نشوحهم مع بعض. هنزل بربع كيلو لحمه مفرومه. الاكله دي اقتصاديه وبتديكي كميه كبيره قوي ولازم تجربوها بجد، حلوه جدا. اللحمه لونها يغير، وهقلبهم كلهم على بعض في نفس الطاسه، لونهم يغير لونها بس اللحمه اتغير، وهقلبهم كلهم على بعض، تمام. الاكله دي والله حلوه ومختلفه وطعمها مختلف وهتعجبكم جدا ان شاء الله. مكعبين مرقه، التوابل بتاعتنا مكعبين مرقه، معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره ناشفه، لو عندك بابريكا، انا ما كانش موجود فحطي معلقه بابريكا كمان، هتديها لون حلو قوي. خلاص كده اللحمه نقلبها تقليبتين حلوين كده مع بعض، نسيبها حوالي 3 4 دقايق وخلاص. هتكمل سواها في المرحله الثانيه ان شاء الله. نحط طبعا الملح بتاعنا. سامحوني سامحوني سامحوني، الفيديو افتكره بيصور، فالمرحله الثانيه هقول لكم عليها بعد ما خلصت اللحمه. خلاص هحطها على جنب، تمام. جبت حله اهي، احط فيها معلقه سمنه حلوه كده وشويه زيت. خلاص جبت مكرونه مرمريه كيلو الا ربع، هحمرها. هو ده بقى اللي هيختفي مني، سامحوني بقى. هحمر المكرونه، اديها لون ذهبي كلها، تمام. هحمرها، هرش رشه ملح. الملح ده بيخلي لك لون المكرونه واحد. هنقلب على طول لغايه ما نحمر المكرونه وتبقى لونها ذهبي. خلاص هكب على المكرونه اللحمه والفلفل والبصل، تمام. هكون ضاربه في الخلاط شويه طماطم حلوين كده، بس كده ما عملش اكتر من كده. حطيت الطماطم بتاعتي المضروبه وشويه ميه، لازم شويه ميه من الكاتل علشان المكرونه ما تلزقش من تحت، صلصه الطماطم بس بتخليها تلزق، تمام. ممكن تحطي صلصه لو عاوزه كمان، انا ما حسيت ان هي مش محتاجه صلصه، هتشوفوها دلوقتي. النار هتبقى عاليه طبعا، وبعد كده نوطي النار خالص. اهي اتشربت، شايفه عامله ازاي؟ واستوت، طعمها حلو جدا، طعمها مختلف، بس تحميره المكرونه اديتها طعم تاني خالص. لا بجد والله هتعجبكم جدا، لازم تجربوها وتدعوا لي اهي. وربع كيلو لحمه عمل لك حله كبيره ما شاء الله، تكفي بروتينات مع نشويات مع خضار. لا حلوه جدا، وان شاء الله ان شاء الله تعجبكم، واتمنى اعرف رايكم. وبالف هنا ومع السلامه.